أهلا بكم في هذه الجولة الميدانية، ونبدأ بأبرز عناوينها. وصول مهجري وتبردا لقلعة المضيق في حماة، والنظام يعلن سيطرته على المنطقة بعد تدميرها. التنظيم يهاجم مطاري أسين ودير الزور التابعين للنظام، ويحاصر مطار تيفور شرق حمص. استمرار العمليات العسكرية بمحيط الباب يضيق الخناق أكثر على تنظيم الدولة في المدينة. وفي جولتنا أيضاً، العاصفة الثلجية تفاقم الأوضاع الإنسانية في المناطق المحررة. وصلت الحافلات التي تقل مهجري وادي بردا إلى قلعة المضيق غرب حماة قبل توجهها إلى محافظة إدلب. وقال مراسلنا إن الحافلات انطلقت فجر اليوم من وادي بردا وتقل نحو 2100 مهجر، بينهم نحو 70 مصابا في حالة حرجة. جاء ذلك بعد اتفاق بين النظام وفاعليات وادي بردا يقضي بخروج المقاتلين وعائلاتهم ممن رفضوا شروط التسوية من المنطقة بعد 38 يوما من المعارك. أحداث وادي بردا تبلغ فصلها الأخير بعد قرابة الشهرين من المعارك بين الفصائل المقاتلة من جهة والميليشيات الإيرانية وقوات النظام من جهة أخرى. فلأول مرة منذ نحو 4 سنوات يرفع عناصر تابعون للنظام علمه فوق مبنى نبع الفيجة بمنطقة وادي بردا في ريف دمشق، بعد اتفاق جرى التوصل إليه بين الفصائل المقاتلة والنظام تحت مظلة ما يسميه النظام التسوية والمصالحات. الاتفاق المذكور يقضي بدخول ورشات الصيانة إلى نبع عين الفيجة بالتوازي مع بدء عمليات تهجير الأهالي والمقاتلين إلى إدلب شمال سوريا، حيث دخل المنطقة 56 حافلة خرجت 12 منها محملة بمقاتلين وعائلاتهم من بلدة دير ميغرين بوادي بردا. ومن المتوقع أيضا أن يتم تهجير أكثر من 2000 شخص في المرحلة الثانية، بينهم مصابون بمن فيهم المقاتلون المتحاصلون في منطقة الجرود الجبلية الممتدة بين وادي بردا والقلمون الغربي. أضف إلى ذلك تهجير الأهالي الراغبين في الخروج، ومن سيبقى سيخضع لما يسمى بتسوية أوضاعه، لكن من يضمن النظام حتى لو بقي أولئك وسويت أوضاعهم؟ فمدنيين كانوا أو مقاتلين، فهم في نظر النظام جميعا إرهابيون، وما جرى في مخيم خان الشيح ليس ببعيد. الثابت الوحيد أن كل اتفاقات التهجير أدت في نهاية المطاف إلى توسيع مناطق الميليشيات الإيرانية والنظام في ريف دمشق الغربي المتصل جغرافيا بمناطق سيطرة ميليشيا حزب الله على الحدود مع لبنان، أي أن الهدف تحقق عبر إنشاء حزام دمشق في مشهد يحاكي تأسيس حزام بغداد في العراق، القاضي بتهجير السكان السنة من محيط العاصمة دمشق وإحلال الشيعة مكانهم. يأتي اتفاق وادي بردا بعد أيام من محادثات أستانا، تلك المحادثات التي انتهت ولم تنتهي فيها تهديدات النظام بمواصلة استهداف وادي بردا، ومع أن البيان الختامي حمل في بنوده إشارة واضحة إلى ضرورة تثبيت الهدنة، إلا أن ذلك لم يحصل على الأرض، والكرة الآن بملعب الفصائل التي ذهبت إلى أستانا التي تلقت ضربة قوية من الإيرانيين والروس عبر ما جرى في وادي بردا، ليكتمل بذلك الطوق الذي رسمته إيران بمحيط العاصمة وصولا إلى جبال القلمون وريف حمص في خارطة تذكر بحدود يقال إن إيران تعيد رسمها، خصوصا أن الروس مرروا عبارة خبيثة تنص على أن الحدود السورية بشكلها الحالي ليست مقدسة بل قابلة للتعديل. ومع أن روسيا أكدت أنها مجرد اقتراحات، إلا أنها لا تبتعد كثيرا عن أحاديث التقسيم التي يرددها الكثير منذ سنوات. للمزيد ينضم إلينا محمد عبد الرحمن مراسل أورينت نيوز من ريف دمشق، وأيضا سيف العبد الله مراسل أورينت نيوز من ريف حماة. أهلا بكما. أبدأ معك محمد، إذن الآن مع بدء عمليات التهجير القصري لوادي بردا، كيف يبدو الوضع ومتى من المتوقع أن تنتهي هذه العملية؟
نعم ميرا، حقيقة مع ساعات الفجر اليوم ما يقارب الساعة 3:15 انطلقت جميع الحافلات باتجاه الشمال السوري. يذكر أن الحافلات كانت يعني قد توقفت واحتجز من فيها من المقاتلين الراغبين بالتوجه إلى الشمال ما يقارب 10 ساعات، تم تأخير انطلاقهم ما يقارب 10 ساعات. جميع المقاتلين خرجوا، ليس هناك دفعات أخرى، هي دفعة واحدة. ما يقارب 45 حافلة انطلقت كما ذكرت مع ساعات الفجر الأولى. كان هناك بعض التفتيشات التي قامت فيها قوات النظام وميليشيا حزب الله، ركزت على يعني بالتحديد على موضوع ما يحمله المقاتلون من أسلحة. كان من المتفق عليه أن يخرج فقط السلاح الفردي مع المقاتلين. تم التدقيق على موضوع الذخائر التي يحملها. كان يعني متفق على أن يخرج كل مقاتل بسلاحه الفردي مع الذخيرة الخاصة بالبندقية التي معه. كان من عدم المسموح إخراج القناصات، من عدم المسموح به إخراج الأسلحة التي تحمل كواتم الصوت وبعض يعني الأسلحة الخاصة بذلك. تم الانطلاق طبعا بعد خروج جميع المقاتلين، كما ذكرت ليس هناك أي دفعات أخرى، تم خروج جميع الدفعات بدفعة واحدة. الآن ومن ضمن الاتفاق هناك يعني أشخاص موجودين في منطقة البرج في الجبل الشرقي أيضا سوف يخرجون، ولكنهم ليسوا في منطقة وادي بردة، يعني هم في المنطقة نفسها ولكن خارج منطقة الوادي. شملهم الاتفاق اتفاق الخروج، ولكن من المفترض أن يخرجوا ربما الساعة القادمة. عددهم ليس كبير، ربما يقارب 100 شخص، ولكن حتى اللحظة لم يحدد لهم موعد للخروج والاستعداد لهذا الموضوع. نعم، طب محمد اسمح لي بالانتقال إلى سيف العبد الله مراسلنا من ريف حماة. إذا سيف، كيف تبدو المستجدات لديك الآن، وهل من دفعات جديدة وصلت إلى نقطة العبور عند قلعة المضيق؟ نعم ميرا، بعد مسير أكثر من 9 ساعات من وادي بردة وإلى نقطة الوصول الأولى في قلعة المضيق، وصلت الحافلات التي تقل المهجرين قسريا من مقاتلي دارية ومقاتلين وادي بردة وعوائلهم إلى قلعة المضيق في ريف حماة الغربي، حيث بلغ عدد الباصات التي وصلت أكثر من 43 حافلة، بالإضافة إلى أكثر من 22 سيارة إسعاف تقل عدد من الجرحى، وبينهم 4 حالات جرحى خطيرة للغاية، وتم إجراء تم نقلها إلى المشافي الميدانية وإجراء عمل جراحي لها فور الوصول. طبعا العملية التي تمت في قلعة المضيق هي عملية نقل أو عملية تفريغ الحافلات التي قدمت عن طريق النظام، ومن ثم نقلها عبر حافلات في التابعة للمنظمات في المناطق المحررة إلى مناطق في الشمال السوري. منذ قليل يعني ربما خرجت آخر عوائل من قلعة المضيق إلى شمال إدلب. في الحقيقة هناك أوضاع إنسانية صعبة، يعني بعض الناس لا تعرف ولا تدري أين سوف تتوجه، وما هي المكان الذي سوف وما هو المكان الذي سوف يأويها، وإلى أين ستأخذ عوائل إلى أين سيأخذون عوائلهم بالنسبة للمقاتلين، بالإضافة إلى العوائل التي موجودة يعني من الأهالي المدنيين لا يدرون أين سوف يبيتون ليلتهم هذه، ريثما يتم تجهيز مأوى أو مأوى دائم لهم بالنسبة للمهجرين. طبعا يعني هذه الأوضاع الإنسانية صعبة تترافق مع برودة شديدة من الطقس نتيجة انخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى أن المنظمات العاملة تحاول جهدها تلبية الاحتياجات، ولكن الاحتياجات دوما أكثر من المتوفر لدى المنظمات. سيتم نقل المهجرين إلى مراكز إيواء في شمال إدلب، ومن ثم توزيعهم على منازل أو بيوت. طبعا هناك أيضا مبادرات فردية من بعض القرى من هذه المناطق المحررة، قدموا لاستقبال عوائل ويتشرفون باستقبال عوائل في قراهم، بالإضافة إلى تأمين منازل من قبل المسؤولين في القرية، أيضا من أجل أن تأوي المهجرين من وادي بردة. نعم، أعود إلى محمد عبد الرحمن. يعني محمد، هل من تواجد أو إشراف أممي، هل من وجود لمنظمة الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر رافقت عملية التهجير؟ حقيقة ميرا، ليس هناك سوى منظمة الهلال الأحمر، هي كانت الضامن والمشرف الوحيد على عملية التهجير، ويعني منذ الساعات الأولى هي من تواصلت مع كلا الطرفين ونسقت الموضوع ورافقت الثوار من معبر دير قانون، الحاجز دير قانون، وحتى يعني منطقة حماة.
طبعا يعني ليس هناك منظمات أخرى كالصليب الأحمر ولا حتى الأمم المتحدة. وربما هنا يعني أود أن أركز على موضوع من بقي من الأهالي ميرا. حقيقة اليوم هناك أهالي لم يخرجوا إلى الشمال السوري من ضمن الاتفاق، ووضعهم حقيقة ضبابي جدا. هناك الكثير من العائلات باتت تتخوف مما هو قادم. عادة بعد أي عملية تهجير قوات النظام، هل لديك أرقام دقيقة حول تعداد من تبقى بداخل الوادي، وهل بدأت قوات النظام والميليشيات الإيرانية بالدخول إليها؟ حقيقة ميرا ليس هناك أي أرقام دقيقة، لا من مصادر داخل منطقة وادي بردة ولا حتى مصادر من قوات النظام. والسبب أن خلال العملية، عملية القصف التي كانت تقوم بها قوات النظام، هناك أشخاص يعني خرجوا من منطقة وادي بردة عن طريق دفع بعض الأتاوات للحاجز، الحاجز العسكري المعروف في دير قانون، واستطاعت أن تخرج، وكان هناك عدد لا بأس به من العائلات التي خرجت. لا. ليس هناك كإحصائية دقيقة لأعدادهم، ولكن هناك تخوف من الأهالي والعائلات الموجودة بموضوع العملية التي سوف تقوم بها قوات النظام في التمشيط لمختلف القرى، وهي معروفة ما يقارب 7 قرى في وادي بردة. يعني سوف تقوم قوات النظام بعملية تمشيط. هناك تخوف للأشخاص الذين هم في سن الخدمة الإلزامية، هناك تخوف لبعض الأشخاص الذين شاركوا بأعمال ثورية ولكنها ليست أعمال عسكرية. حقيقة هناك الكثير من المخاوف، الكثير من القلق لدى العائلات يعني خلال الساعات القادمة، خصوصا وأن بعض المناطق التي يعني خضعت لنفس المصير كمنطقة التل في ريف دمشق، تعرض بعض الأشخاص فيها للاعتقالات. كان هناك عمليات تشفي، وكان هناك عمليات يعني بما يعرف بالتشبيح بشكل مباشر بحق الأشخاص وحتى بحق الشبان الموجودين فيها. نعم، أعود إليك سيف العبدالله، كنت قد تحدثت عن أوضاع المقاتلين وعائلاتهم، لو تطلعنا أكثر حول أوضاع الجرحى 70 وكيف تبدو أوضاعهم الصحية؟ نعم، يعني بالنسبة للجرحى الذين وصلوا إلى قلعة المضيق اليوم هم من المقاتلين الذين كانوا في معارك مع قوات النظام لصد تقدمه نحو عين الفيجة، وتم إصابتهم إصابات متفاوتة، بعضهم من الخطيرة وبعضهم ربما تكون خفيفة. طبعا مع غياب الأدوية والعلاج في هذه المنطقة كونها محاصرة، بعد وصولهم مباشرة كانت سيارات الإسعاف جاهزة لنقلهم إلى المشافي وأيضا إلى المشافي الميدانية، بالإضافة إلى دور الاستشفاء. طبعا المنظمات الطبية كانت حاضرة مجهزة بسيارات إسعاف، بالإضافة إلى كوادر طبية لإجراء عمليات جراحية بشكل مباشر إن تطلب الأمر. هناك 4 حالات خطيرة كانت في الحقيقة تحتاج إلى عمل جراحي بشكل مباشر، وتم إسعافها فور وصولها على الفور من معبر قلعة مضيق إلى المشافي الميدانية ليتم علاجها وإجراء العمل الجراحي لها، ومن ثم نقلها إلى دور استشفاء لتتم العلاج، ومن ثم استخراج إخراجها إلى المكان الذي ترغب به. ولكن بالنسبة للجرحى يعني العدد البالغ عددهم أكثر من 70 جريح، هم من الجرحى من إصابات متفاوتة، بعضها خطيرة وبعضها خفيفة، ولكن 4 جرحى فقط هم من حالتهم حرجة وتحتاج إلى عمل جراحي بشكل فوري. نعم، أعود إلى محمد عبد الرحمن. محمد، هل نتوقع الآن صدور أي بيان من قبل قادة الفصائل في الغوطة الشرقية، طبعا بناء على ما تتعرض له وادي بردة من عمليات التهجير القصري؟ حقيقة ميرا لا أتوقع أن يصدر أي شيء من الفصائل العسكرية في الغوطة الشرقية، خصوصا وأن الكثير من الفصائل يعني تتحدث على أنهم غير قادرين بالأصل كانوا عن مساندة تلك المناطق. السبب أنها بعيدة جغرافيا عن منطقة وادي بردة ويفصلها المسافات الطويلة. أيضا يعني البعض وبعض الفصائل وبعض العسكريين يتحدثون على أنهم بالأصل يعني يخوضون معارك ضد قوات النظام، وأن جبهاتهم لم تتوقف سواء في الجبهات الشرقية من الغوطة الشرقية وسواء في حي جوبر الدمشقي، وأن الموضوع ليس كما يعني يتم الحديث عنه على أنها جبهات نائمة وجبهات هادئة. ولكن أود ميرا فقط أن أنوه ولو بعجالة على أن منطقة وادي بردة قبل موضوع الحملة العسكرية التي قامت بها قوات النظام كانت يعني الفصائل العسكرية وحتى الأهلي يعني قد فتحوا المياه باتجاه العاصمة دمشق ولم تكن مقطوعة، وما دفع الفصائل إلى قطع المياه هو الحملة العسكرية. وبالتالي كانت قوات النظام يعني خلال الحملة الأخيرة تروج على أن الهدف من الحملة هو فتح المياه باتجاه العاصمة دمشق، ولكن حقيقة الأمر أن المياه كانت مفتوحة، وسبب قطع الثوار للمياه هو
القصف المتواصل وأراد الثوار أن يستخدموها كورقة ضغط. نعم، عموما محمد لو تبقى معنا لمناقشة التطورات في القلمون، وبالتأكيد أشكر مراسل أورينت نيوز من ريف حماة سيف العبد الله. وفي هذا الخبر العاجل الذي يفيد بسقوط 7 شهداء من عائلة واحدة في قصف للاحتلال الروسي على منطقة ريف المهندسين بريف حلب الغربي. وفي سياق هذه الجولة، شن مقاتلو تنظيم الدولة هجوما على مطار الصين العسكري في ريف دمشق الشرقي. وذكرت وكالة أعماق أن مقاتلي التنظيم سيطروا على مواقع عسكرية في محيطه. يأتي هذا في وقت أعلن فيه التنظيم قتل 13 عنصرا من قوات النظام والميليشيات الأجنبية خلال الاشتباكات التي دارت في محيط مطار التيفور العسكري شرق حمص. أما في دير الزور فقد أفادت مصادر ميدانية في محيط المطار العسكري بأن تنظيم الدولة شن هجمات متزامنة على أسواره ضد قوات النظام، ما أسفر عن مقتل العديد من عناصر النظام. بتمهيد مدفعي وصاروخي عنيفين مستغلا سوء الأحوال الجوية، تنظيم الدولة شن هجوما عنيفا على مطار الصين العسكري التابع لنظام الأسد في منطقة القلمون بريف دمشق الشرقي، وسيطر على عدة مواقع عسكرية في محيط المطار. وكالة أعماق التابعة للتنظيم قالت إن الهجوم بدأ من عدة محاور، عقبه اندلاع اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من عناصر النظام والميليشيات الأجنبية، والسيطرة على مواقع عسكرية في محيط المطار، فضلا عن خسائر كبيرة تكبدها في الأرواح والآليات العسكرية. الاشتباكات تخللها قصف مدفعي وصاروخي متبادل بين الطرفين، فيما شنت طائرات النظام الحربية عشرات الغارات الجوية في محيط المطار ومحيط تلة أبو الشامات القريبة. الاختراق هذا يعتبر خطوة متقدمة في محيط المطار المحصن جيدا، والذي تعتبره قوات الأسد استراتيجيا من حيث الموقع، كونه يقع شمال شرق العاصمة دمشق ويبعد عنها نحو 55 كيلومترا، ويشرف على طريق تؤمن الوصول إلى مطار الضمير العسكري بطول 45 كيلومترا، كما أنه يعد من أكبر المطارات العسكرية في سوريا، حيث يحوي 50 حظيرة اسمنتية ومدرجين بطول 3 كيلومترات، ويضم سرب ميك 29 وسرب ميك 23 وسرب سوخي 24. وكان التنظيم قد حاول العام الماضي اقتحامه مرتين، إلا أنه فشل في ذلك. وليس ببعيد عن مطار الصين بالتحديد في بادية حمص، أعلن تنظيم الدولة تمكن مقاتلي من قتل 13 عنصرا من قوات النظام والميليشيات الأجنبية خلال الاشتباكات التي دارت في محيط وتلال مطار التيفور العسكري الذي يحاصره التنظيم من جهته الثلاث الشمالية والجنوبية والشرقية. وأشارت وكالة أعماق إلى أن عناصر النظام قتلوا خلال محاولتهم التقدم في محيط المطار العسكري لفك الحصار عنه من الجهة الشمالية، حيث إن جميع محاولاتها باءت بالفشل، وذلك لقيام التنظيم بتعزيز قواته في المنطقة خلال الفترة الماضية. كما دارت اشتباكات عنيفة بين تنظيم الدولة وقوات النظام على أطراف قرية شريفة وسط قصف متبادل من الطرفين. وتشن قوات النظام منذ أسبوعين هجوما على مواقع تنظيم الدولة في محيط مطار التيفور من أجل استعادة السيطرة على كامل محيط المطار واستعادة حقول الغاز في منطقة ريف حمص الشرقي التي انتزعت تنظيم السيطرة عليها، وآخرها كان حقل الشحار الذي سيطر عليه في كانون الأول ديسمبر 2016. أعود وأرحب بمحمد عبد الرحمن مراسلنا من ريف دمشق. إذا محمد، نريد تفاصيل أكثر بخصوص هجوم تنظيم الدولة على مطار الصين العسكري.
نعم ميرا، حقيقة تنظيم الدولة كان قد حاول محاولة التقدم إلى مطار السيناء العسكري خلال الأشهر الماضية عبر يعني استخدام تعزيزات من مختلف المناطق، ربما أبرزها مدينة الرقة، ولكن كل تلك المحاولات كانت دائما تصطدم بالقصف العنيف الذي كانت تقوم به قوات النظام والتحضيرات التي كانت تحضر لها. ولكن خلال اليومين الماضيين واليوم كان هناك هجوم جديد للتنظيم على المطار، طبعا استطاع التقدم على عدد من النقاط المحيطة بالمطار، ولكن كان هناك قتلى طبعا في صفوف التنظيم وأيضا في صفوف قوات النظام. قوات النظام خلال الساعات الماضية كانت قد استخدمت طبعا عدد من القوات وبالتحديد من قوات درع القلمون الموجودة في القلمون الشرقي، وحاولت أن تقصف المنطقة. الطيران الحربي أيضا يعني كان قد ركز قصفه على تلة أبو الشامات والمناطق المحيطة والتي يتركز تواجد التنظيم فيها، وبالتالي طبعا المعارك يعني دائما من خلالها التنظيم يحاول التقدم، ولكن يعني ربما أغلبها تتحول إلى معارك كر وفر فقط. التنظيم دائما يصطدم بالقصف العنيف الذي تقوم به قوات النظام. طيب طبعا محمد، هذا من جهة. نعم، الأنباء تتحدث بأن تنظيم الدولة سيطر على العديد من المواقع بمحيط المطار، هل من معلومات حول هذه المناطق التي سيطر عليها التنظيم وأهميتها أيضا؟ حقيقة ميرا، طبعا كما ذكرت هناك تقدم للتنظيم وسيطرة على عدد من النقاط العسكرية المحيطة بشكل مباشر من المطار. طبعا هي يعني مناطق صحراوية ومكشوفة بشكل كامل، ولكن ليس هناك يعني نقاط ثابتة يتثبت فيها التنظيم، وذلك بسبب الكر والفر ومحاولة قوات النظام دائما استرجاع ما يستطيع التنظيم التقدم إليه، وبالتالي لا يمكن أن نتحدث عن يعني نقاط بعينها أن التنظيم سيطر عليها وثبت نقاط فيها وبالتالي لم ينسحب منها. من جهة أخرى طبعا كان هناك يعني هجوم لتنظيم الدولة على مواقع للثوار في منطقة البروج في الجبل الشرقي، وحاول أيضا التقدم على نقاط باتجاه يعني نقاط تتواجد فيها الكتائب الثورية في القلمون الشرقي وبالتحديد في منطقة جبل الأفاعي والنقاط المحيطة بها كجبل البتراء، ولكن يعني تحدثت قوات الشهيد أحمد العبدو عن مقتل عدد من عناصر التنظيم وعلى أنه لم يحرز أي تقدما في المنطقة. ومن المعلوم أن التنظيم كان قد سيطر يعني خلال الأشهر الماضية على مساحة واسعة من جبل الأفاعي، يعني وهو أحد الجبال في القلمون الشرقي، ويعد من النقاط المهمة التي تفصل الثوار عن المناطق في ريف دمشق والتي تطل بشكل مباشر عن الكثير من المناطق التي تقع تحت سيطرة الفصائل الثورية. نعم، أكتفي معك بهذا القدر. محمد عبد الرحمن مراسل أورينت نيوز من ريف دمشق. وأرحب بأبو زيد عبد الله عضو منظمة صوت وصورة من الحدود السورية التركية. إذن الآن أبو زيد، واضح بأن تنظيم الدولة الآن يركز على المطارات العسكرية، يركز على مطار دير الزور العسكري أيضا، ويشن عليه العديد من الهجمات. ضعنا في صورة الوضع وتحديدا في مطار دير الزور العسكري. نعم ميرا، مساء الخير لكم جميعا. في الحقيقة كما ذكرتم تنظيم داعش خلال الفترة الأخيرة يعني يركز في هجماته العسكرية على النقاط التي يعتبرها عسكريا سهلة لمقاتليه، والتي يعني تعد غنيمة عسكرية لمقاتليه، يعني خصوصا أنه الآن يخوض يعني عدة جبهات سواء في سوريا أو في العراق، وبالتالي هو يستهلك المزيد من الذخائر والمزيد من الأسلحة. يعني هو دائما يبحث عن النقاط العسكرية الاستراتيجية التي تعطيه مساحة أكبر، وبالطبع أيضا الغنائم العسكرية، كما حصل يعني في الهجمة الأخيرة لتنظيم داعش على قوات النظام، حيث سيطر على مساحة في الحقيقة استراتيجية وعسكرية، وبالتالي يعني أيضا يعني اغتنم العديد من الأسلحة والذخائر، خصوصا في كتيبة الدبابات وأيضا في كتيبة الرحبة وأيضا في سرية جنيد. يعني تنظيم داعش هو الآن بمثابة إعادة التذخير، هذه المعارك هي بمثابة إعادة التذخير. يعني من المعروف قوات النظام حينما تنسحب من أحد النقاط العسكرية بسبب كثافة الاشتباكات أو القصف العنيف لتنظيم داعش، تبقى الأسلحة وتبقى الذخائر والمستودعات بمجملها في نفس المكان. نعم. وهذا طبعا يعود بنا بالذاكرة سابقا كما حصل في فوج الحسكة وأيضا في مطار الرقة، وسابقا كما حصل في بعض طيب النقاط العسكرية. طيب أبو زيد، بالنسبة لمطار دير الزور العسكري، هل من أي محاولات من قبل النظام لاستخدام أي تعزيزات عسكرية للمطار؟
نعم، قوات النظام خلال الأسبوع الماضي وبعد خسارتها للخط العسكري الواصل بين المطار وبين نقاط سيطرتها غرب دير الزور، عمدت إلى جلب العديد من التعزيزات سواء مقاتلين أو حتى الذخائر والأسلحة من عبر الطيران المروحي من القامشلي إلى اللواء 137. طبعا وصلت دفعات من مقاتلين قوات النظام والميليشيا المساندة لهم. الآن تنظيم داعش بعد سيطرته على منطقة الجبل وعزل المطار عن النقاط النظام غرب دير الزور، طبعا يحاول البحث عن خاصرة ضعيفة لقوات النظام والانقضاض عليها، كما حصل قبل يومين حاول السيطرة على دوار البانوراما، وقبلها كانت محاولة للسيطرة على المدخل الغربي للمطار العسكري. ولكن يعني دائما الحاضر السلاح الأقوى بين الطرفين هو كثافة القصف. يعني تنظيم داعش في معركته على مطار دير الزور الأخيرة لم يعمد كما حصل سابقا على المفخخات، بل اعتمد على كثافة الغطاء الناري لمقاتليه وأرسال مجموعات صغيرة متحركة في هذه المعركة، ولم يستخدم أي مفخخة. نعم. يعني طيب يعني أبو زيد، يعني ماذا عن الغارات الروسية؟ يعني يبدو بأنها حتى هذه الغارات غير قادرة أن توقف تقدم التنظيم نحو المناطق التي يسعى للسيطرة عليها. نعم، للأسف أن معظم يعني في الآونة الأخيرة كان تصريح روسي، وهو حتى يعني روسيا تحذر من مجازر من قبل تنظيم داعش للمدنيين، مجرم يحذر من مجرم. فالغارات الروسية هي مجملها تكون على الأحياء المأهولة، سواء في الأحياء الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش في مدينة دير الزور أو حتى القرى والبلدات المجاورة للمدينة، كما حصل يعني منذ يومين كان هناك مجزرة عائلة بأكملها في حي العمال، وقبلها في قرية الصالحية شمال دير الزور، يعني كان هناك أكثر من 12 شهيد من المدنيين. الغارات الروسية هناك غارات عشوائية على البادية وأيضا منطقة المقابر، نعم هناك أيضا غارات على جبل الثردة ومحيط المطار العسكري، ولكن كاستهداف استراتيجي وعسكري مباشر لتنظيم داعش سواء على أرتال، يعني كان هناك أرتال عسكرية كثيرة لتنظيم داعش تجوب الأرياف بين دير الزور وتدمر وحتى الرقة، لا يتم استهدافها. ولكن كما ذكرنا سابقا يعني تنظيم داعش قادر على يعني الانقضاض على مناطق النظام في دير الزور، هي تحت قبضته عسكريا المعركة لمصلحته، ولكن كما ذكرنا هناك دائما مقايضات بين النظام وبين التنظيم. واضح. هناك ورقات ضغط أنت تنسحب من هنا وأنا أتمركز هنا. طبعا الأيام المقبلة هناك يعني كما تعلمون معركة خاضها يعني الآن النظام يشارك في معركة ضد داعش في مدينة الباب، يعني من المتوقع لاحقا أن يتم. نعم. أكتفي معك بهذا القدر أبو زيد عبد الله، عضو منظمة صوت وصورة من الحدود السورية التركية، وأعتذر منك عن ضيق الوقت. أما في محافظة حلب فيضيق الخناق أكثر على عناصر تنظيم الدولة في مدينة الباب مع استمرار العمليات العسكرية في محيطها من قبل الجيش الحر من جهة وقوات النظام من جهة أخرى. وسيطرت فصائل الجيش الحر المنضوية في غرفة عمليات درع الفرات على تلتين في محيط بلدة بزاعة شرق مدينة الباب بعد اشتباكات مع تنظيم الدولة، في حين تواصل قوات النظام زحفها باتجاه الباب من الجهة الجنوبية، حيث سيطرت على مزيد من القرى بعد انسحاب عناصر التنظيم منها. أرحب بخالد أبو المجد مراسل أورينت نيوز من عزاز، أهلا بك خالد. إذن أنقل لنا صورة تطورات الوضع مع تقدم الميليشيات الأجنبية وقوات النظام من جهة والجيش الحر من جهة أخرى نحو مدينة الباب. نعم ميرا، تقدمت ميليشيات النظام مدعومة أيضا قوات الروسية إلى ما يقارب الأكثر من 20 قرية في محيط مدينة الباب الغربي والجنوبي خلال الأسبوع الفائت. هذه القرى سهلت لقوات النظام أن تصبح على أطراف مدينة الباب من الجهة الغربية في قرية خربشة، بالإضافة إلى من الجهة الغربية أصبحت أيضا على أعتاب قرية عران، والآن الأنباء تقول بأن عران أصبحت بيد هذه الميليشيات. طبعا هذا الشيء سيجعل مدينة الباب في خطر أن تسقط بأيادي قوات النظام بعد الانسحابات المتتالية لتنظيم الدولة أمام قوات النظام. طبعا الجيش الحر خلال الساعات الماضية لم يسيطر سوى على تلتين، هم ربما ليست مهمات بقدر أهمية وخطورة ما يحصل في محيط مدينة الباب، لأن التنظيم يعني الجيش الحر هو على أعتاب المدينة والتنظيم مستميت داخل المدينة. الجيش الحر حتى الآن لم يستطع أن يدخل أحيائها وتدور فيها اشتباكات
داخل هذه الأحياء. نعم، طب خالد، هناك أنباء تتحدث عن انسحابات لعناصر تنظيم الدولة من الباب، هل هذه الأنباء دقيقة؟ وإلى أين تتجه هذه العناصر؟ وهل من ضمنها قيادات تابعة لتنظيم الدولة؟ القيادات أو من هم مهمين بالنسبة لتنظيم الدولة انسحبوا قبل أشهر من الآن، لكن الآن يعني المعلومات التي تقول بأن هناك انسحابات لكامل عناصر تنظيم مدينة الباب ما هي إلا تكهنات حتى هذه اللحظة، ويعني ليست مصداقية، لأن الجيش الحر يعني كل يوم لديه محاولات للتقدم سواء كان محور جبل شيخ عقيل أو السفلينية، لكن لا يستطيعون بسبب استشراط كبير من قبل عناصر التنظيم. لكن إن استمرت تقدم قوات النظام من الجهة الجنوبية ربما هذا الشيء سيقطع على قوات التنظيم طرق الإمداد نحو بلدة تادف ومدينة الباب. طبعا مدينة تادف هي المدخل الوحيد وطريق الإمداد لقوات تنظيم الدولة المتواجدة في مدينة الباب، والآن قوات النظام والميليشيات الشيعية باتت على مقربة كبيرة من بلدة تادف. خالد، أيضا هناك أنباء تتحدث بأنه فعلا هناك أعداد من المدنيين استطاعوا الخروج من مدينة الباب، هل هذه الأنباء دقيقة؟ وإلى أين خرجوا؟ ما هي جهتهم كانت؟ نعم، في كل يوم يخرج عدد من المدنيين على طرق تهريب بعد أن منع تنظيم الدولة خروجهم من الطرق الشرعية، أعداد كبيرة تخرج يوميا ربما تتجاوز 1000 وربما 2000 مدني يخرجون يوميا من هذه المدينة، والوجهة هي ريف حلب الشمالي، المناطق التي استطاع مقاتلو درع الفرات تحريرها مؤخرا. طبعا يعيشون أهالي مدينة الباب أوضاع مأساوية للغاية، عيناها وكنا معهم في عدة مناطق، سواء كانت مدينة الباب هم يخرجون تحت غارات طيران وعلى أطرافها تحت رحمة الغام التي زرعها تنظيم الدولة، أما عند خروجهم فهم يعني مدينة الباب تحوي على 200,000 مدني، فهم أعداد كبيرة بحاجة إلى أبسط مقومات الحياة، التدفئة والبيوت التي يسكنونها هم وأطفالهم. نعم، شكرا لك خالد أبو المجد مراسل أورينت نيوز من عزاز. دعا أبو عمار العمر القائد العام لحركة أحرار الشام القائد العام لهيئة تحرير الشام المشكلة حديثا أبو جابر الشيخ لتشكيل محكمة شرعية تنظر في المظالم التي أوقعتها بعض مكونات الهيئة بحق فصائل منضوية في صفوف الحركة. وأتمنى أبو عمار في شريط مصور أن يكون الإعلان عن تشكيل هيئة تحرير الشام وما سبقه من اندماجات خطوة تقرب للهدف المتمثل بتوحد الفصائل. كما وجه أبو عمار رسالة لنظام الأسد بأن فرحته في الخلاف الحاصل بين الفصائل لن تطول. للمزيد ينضم إلينا هاشم العبدالله مراسل أورينت نيوز من إدلب. إذن هاشم، بداية نبدأ معك بخصوص المهجرين من وادي بردة، ومتى من المتوقع أن تصل الدفعة الأولى وكيف تبدو التحضيرات لاستقبالهم؟ خلال نصف ساعة من الآن من المحتمل أن يصل إلى نصف عدد المهجرين قسريا من وادي بردة إلى مركز اللواء المؤقت في هذا المكان، حوالي 1000 شخص طبعا من الأهالي وادي بردة. وصلت السيارات التي تقل الجرحى والذي يبلغ عددها 70 جريحا إلى المشافي الميدانية في محافظة إدلب، وتم توزيع على كافة المشافي. عدد الجرحى 70 جريحا، منهم 13 حالته حرجة، منهم من دخل مباشرة إلى غرفة العمليات تلقون العلاج، والبقية حسب حالة كل شخص سيتم توزيعه على مشفى داخل محافظة إدلب، مدينة إدلب والمشافي الحدودية. أما بالنسبة للأهالي سيتوزعون، قسم منهم سيذهب إلى مدينة إدلب وبعض القرى والمدن في باقي المحافظة، والنصف تقريبا سيصل إلى هنا إلى مركز الإيواء المؤقت. طبعا هنا ستكون إقامتهم إقامة مؤقتة وليست دائمة، ريثما يتم تأمين أماكن دائمة إن كان في المخيمات أو حتى في القرى المحيطة. بالنسبة للتجهيزات هي كالعادة، هنا ستقدم لهم بعض المواد الإغاثية والمستعجلة، وجبات غذائية، وجبات فطور، وجبات غداء، الى العشاء، بالاضافه الى يعني بعض الاغطيه هي موجوده في داخل المركز، ومساعدات غير غذائيه، وبالاضافه الى امور طبيه بسيطه. بالنسبه للتجهيزات يعني حدثونا يعني بعض اللي كانوا موجودين على الطريق، يعني وضع التجهيزات هي بسيطه للغايه. هناك ازمه يعني حقيقيه في مشكله السكن، خصوصا ان العدد الذي وصل حوالي 100,000 و
200 شخص العدد الإجمالي طبعا مع الجرحى والعوائل. من المحتمل أن يكون هناك دفعة أخرى ولكن دفعة صغيرة من ضمن الاتفاق، وهي 100 شخص من منطقة البرج أو يسمونها برج بلودان من المحتمل أن تصل يوم غد، ولكن لم يكن هناك أي تأكيد حتى هذه هاشم. يعني هل من تواجد لأي منظمات إنسانية أو أي منظمات خرجوا جميعهم؟ نعم، هل من تواجد لأي منظمات إنسانية أو إغاثية لتقديم المساعدات سواء في إدلب أو حتى في المخيمات العشوائية المنتشرة بمحيطها؟ المساعدات يعني تقتصر في مركز الإيواء المؤقت هنا بتقديم المساعدات الأولية، هنا منظمة مرام ومنظمة مؤسسة ساعد والأوشا يعني يقدمون للحالات الإسعافية. أما في باقي المناطق إن كان الأهالي من أدى رغبته في استقبال عدد من العوائل، ومنظمات محلية كبنفسج ومنظمات أخرى أخذت بعض العوائل وأسكنتها في مراكز إيواء دائمة إن كان في مدينة إدلب أو المناطق المحيطة بها، المنظمات الدولية حتى الآن لم تقدم الشيء المطلوب منها بتقديم أماكن أو خيام لهؤلاء العوائل. طبعا العائلات من المحتمل أن تتجه باتجاه الحدود السورية التركية إلى منطقة تجمع مخيمات أطمة وقاح وعقربات والكرامة، ومنها إلى مخيمات جسر الشغل. طبعا هذه المخيمات هي بطبيعة الحال هي تفتقر لمقومات الحياة في فصل الشتاء. ميرا، نتحدث اليوم يعني درجات الحرارة منذ هذا الوقت إلى ساعات الفجر الأولى تبدأ بالانخفاض تصل إلى -6 درجات في فترة الصباح وساعات الفجر. معظم الأطفال الذين يصلون يعني لا يتحملون هذا البرد وهذه الظروف. بالنسبة للأهالي الذين سيصلون يعني سيتم توزيعهم خلال الأيام القادمة، ولكن يعني هناك مشكلة حقيقية في مشكلة السكن تتجلى في هذا مركز الإيواء. يعني يتحدث هناك عائلات ما زالت موجودة فيه، بعض العائلات لم تجد مكانا يأويها من وقت تهجير أهالي خان الشيح بريف دمشق إلى هذه المنطقة لم يجدوا. شكرا. هناك يعني مسؤولية كبيرة على المنظمات الدولية التي لم تقدم شيئا. لم تقدم شيئا. أشكرك جزيل الشكر هاشم العبد الله مراسل أورينت نيوز من إدلب. في موضوع آخر، نفى ضابط روسي في قاعدة حميميم العسكرية الروسية ما نقله أحد كبار المسؤولين الإيرانيين بأن الاحتلال الإيراني هو من منع نظام الأسد من السقوط. ورأى الضابط الروسي بأن التصريحات الإيرانية في هذا الصدد لا حقيقة دامغة فيها، ولفت إلى أن من قلب الموازين كانت موسكو وليس التدخل الإيراني. تصريحات مستشار خامنئي اللواء يحيى رحيم صفوي قبل أيام، والتي قال فيها إن لإيران الفضل الأكبر في منع سقوط العاصمة دمشق بيد الفصائل المقاتلة، لم ترق للقيادة المركزية في قاعدة حميميم العسكرية، حيث خرج ضابط روسي في القاعدة لينفي تلك التصريحات، ويقول إنه لا يرى فيها حقيقة دامغة، وأنه يرجح صحة تصريحات لافروف الأخيرة، التي أكد فيها أنه لولا التدخل الروسي لسقطت دمشق خلال أسبوعين. وبحسب الضابط الروسي فإن موسكو عندما تدخلت لمساعدة النظام كانت إيران متواجدة في سوريا منذ أكثر من 3 أعوام دون أن تنجح بكبح جماح الفصائل المقاتلة التي وصلت إلى مشارف دمشق وسيطرت على بعض مرتفعاتها الاستراتيجية. ولفت الضابط الروسي إلى أن من قلب الموازين كانت موسكو وليس التدخل الإيراني. مراقبون رأوا في تلك التصريحات انعكاسا للصراع الخفي بين موسكو وطهران في سوريا، والذي يتعاظم شيئا فشيئا، خصوصا بعدما قلصت دور العسكري الروسي النفوذ الإيراني إلى حد كبير وجعله ثانويا، عدا عن تقليص الدور السياسي لطهران في كل المفاوضات السياسية التي تبحث أفق حل الأزمة السورية، لا سيما فيما يتعلق بمصير بشار الأسد الذي وضعت موسكو قضيته على طاولة البحث على الأقل علنا. تجتاح عاصفة ثلجية العديد من المدن والبلدات السورية، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية خاصة بالمناطق المحاصرة، حيث يعاني أهالي الحولة من انعدام وسائل التدفئة جراء الحصار المفروض على المدينة من قبل قوات النظام.
ومع الانخفاض الشديد لدرجات الحرارة يلجأ أغلب الأهالي بالمنطقة إلى البحث في النفايات عن المواد القابلة للاشتعال واستخدامها في التدفئة. والله الوضع المعيشي صعب يا عمي، منطقة الحولي شبت مرك شاف اجى منخفض ثلج اليوم على مدينة تلدو، يعني ناس عم تتدفى و 2% على مازوت، والله يجيرنا من هذاك المازوت شحم، ناس عم تدفع الحطب وناس يا عمي عم تلقط من القمامة هاي، والله العظيم عم تلقط اكياس نايل وليك القمامة هاي. ندفع التيب والحمد لله، ومنا طلعنا لله ومنا راكعين غير لله. أما في القنيطرة فقد اقتلعت العاصفة الثلجية عدة خيام في مخيم الكرامة للنازحين، الأمر الذي زاد من حدة معاناة قاطني المخيم، حيث تجمعت عدة عائلات في خيمة واحدة نظرا لعدم بقاء مأوى للعائلات المتضررة. امبارح احنا نايمين وقعت علينا الخيمه، طلع عليها لا في خيم مضبوطه، خيم باليه، ما عندي لا تدفئه، ما عندي لا حطب لا مازوت ولا اي شيء، ناشدكم صبت ارضيات للخيم، طلع علينا، الدنيا ثلج، الدنيا برد، شتاء، هواء، ما حد عم يطلع علينا، ما حد عم يشوف يراقب فينا. لا لباس، لا احرامات، لا شيء، طلع شو قاعدين، شلون قاعدين، شلون دحين الحطب اللي قاعدين نعلقه. نلملم اكياس الخبز نجمعهن والبلاستيك من الارض الدشم العسكرية هاي، انتم شايفينها؟ هذه هي، لا حطب ولا شيء. دحين الاولاد شلونهم؟ احنا يهمنا اهم شيء يجيبوا لنا حطب. ختام هذه الجولة الميدانية والى عناوينها. وصول مهجري وادي بردة لقلعة المضيق في حماة، والتنظيم يعلن سيطرته على المنطقة بعد تدميرها. التنظيم يهاجم مطاري السين ودير الزور التابعين للنظام ويحاصر مطار التيفور شرق حمص. استمرار العمليات العسكرية بمحيط الباب يضيق الخناق أكثر على تنظيم الدولة في المدينة. وكان في جولتنا أيضا العاصفة الثلجية تفاقم الأوضاع الإنسانية في المناطق المحررة. أشكركم على حسن المتابعة، للمزيد زوروا موقعنا orientationnews.net. إلى اللقاء.